هذا وقد أكد خبراء ومحللون بأن القمة العربية تنعقد هذا العام وسط تحديات تواجهها الشعوب العربية، حيث تهيمن القضية الفلسطينية على فعاليات هذه القمة خاصة، وأن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وما ترفضه المواقف العربية. المزيد في اللقاءات التالية مع موفدة القاهرة الإخبارية إلى المنامة الزميلة أمل الحناوي. تنعقد القمة العربية 33 في العاصمة البحرينية المنامة في ظرف شديد التعقيد، حيث الحرب والعدوان الغاشم على قطاع غزة والعديد من التحديات التي تواجه الشعوب العربية. كيف يمكن تعزيز العمل العربي المشترك؟ لا شك أن التشاور والتنسيق وبناء الوفاق والاتفاق هو جوهر العمل العربي المشترك. القمم العربية هي أحد آليات تحقيق هذا التعاون العربي. هذه القمة تحديدا هناك عليها معقود أمال، وهناك تطلعات عربية لكونها القمة التي تأتي في ظرف حساس جدا يتعلق فيما تعرض له القضية الفلسطينية من تحديات وظروف صعبة خصوصا في قطاع غزة. هذه القمة أيضا هناك توقعات أن يكون مستوى التمثيل على مستوى الزعماء عالي فيها جدا. الاستفادة من العمل العربي المشترك وتعزيز العمل العربي المشترك يتطلب تحويل النقاشات التي تجري بين الزعماء والاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى قرارات. هذه القرارات من الممكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية للتعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية. القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية تهيمن على فعاليات القمة العربية، خاصة وأن الحرب على غزة مستمرة للشهر الثامن على التوالي، وأيضا يتواصل المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. ما المتوقع من القمة لدعم الفلسطينيين؟ أعتقد أنه هيكون هناك مواقف قوية من القمة العربية. الدعم الإنساني سيكون حاضرا بقوة، الدعم السياسي أيضا للقوى الفلسطينية الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وفي الصمود في وجه الاحتلال. أتصور أيضا أنه سيكون هناك قرار مهم بشأن رفض التهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه والانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس. هذه المواقف مواقف مهمة ويجب أن تتواصل، ويجب أن يكون هناك حاضنة عربية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني للبقاء على أرضه ولمواجهة هذه المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ويجب أيضا أن يكون هناك تحرك قانوني، وأعتقد أن هذا سيكون ضمن المشاورات العربية في قمة البحرين. قمة المنامة تأتي مع استمرار غموض مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتعرض للحصار والتجويع والإبادة الجماعية، رغم التحذيرات من استمرار الممارسات الإسرائيلية، وأيضا رغم التحذيرات من اجتياح رفح الفلسطينية. لماذا يتخاذل المجتمع الدولي من ما يحدث في غزة، ولماذا يتخاذل أيضا المجتمع الدولي من ما تفعله إسرائيل؟ المجتمع الدولي أثبت فشله فشلا ذريعا في ملف حقوق الإنسان تجاه ما يجري للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نحن نرى جميع المواقف الدولية التي خيبت آمال جميع الشعوب العربية وشعوب العالم أجمع، بدليل أننا نرى المظاهرات تنطلق في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية رفضا لهذه السياسات التي تقف بجانب إسرائيل ودعم التسليح الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل. أعتقد أن الدول العربية أمامها تحد كبير جدا في القمة العربية 33 في اتخاذ موقف عربي قوي وموحد في هذا الملف شديد الأهمية. نحن في مرحلة مفصلية تتعرض لها الدول العربية أجمع وليس فلسطين فقط لهجوم دولي ضد حقوق الإنسان. أعتقد أن الدول العربية في القمة التي ستعقد على مستوى الرؤساء بعد غد الخميس، الشعوب العربية في انتظار قرارات قوية يتخذها القادة العرب في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي والدولي أيضا تجاه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أجمع. أعتقد أن السياسات الأمريكية والسياسات الأوروبية يندي لها الجبين وتندي لها الأمة العربية جمعاء تجاه عدم توافق الرؤى، وأيضا تجاه المواقف والتصريحات المتضاربة لقادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تجاه دعم القضية الفلسطينية أو تجاه رفض ما يجري على أرض الواقع من حرب إبادة جماعية للأشقاء الفلسطينيين.
بالتأكيد تتجدد المواقف العربية خلال قمة المنامة بالتأكيد على إعلاء مصالح الشعوب وأيضا صيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة. أمل الحناوي، القاهرة الإخبارية، المنامة.